شاشة قناة الأهلي وقناة حنا بعل في البث المشترك. والأول نقول لك طبعا الحمد لله على السلامة، ونتمنى أن يكون الاستقبال حافل بأشقائنا الترجي التونسي. الحمد لله متعودين على الاستقبال في مصر، وكذلك معناها العلاقة بين الفرق متينة، وما يعرفوا زاد في تونس احنا حفاوة كبيرة تكون معناها العلاقات طيبة بين الفريقين، متأكدين بنجاح المباراة الأولى والثانية إن شاء الله على المستوى معناها التحضيري وعلى مستوى الاستقبال وعلى مستوى معناها إقامة الفريقين. كابتن رياض، بالتأكيد إقامة الأهلي والترجي في فندق واحد سابقة تاريخيا لبطولات الاتحاد الأفريقي، انطباع الترجي التونسي على هذه الفكرة وموافقة النادي الأهلي أن يكون الفريقين في فندق واحد، بالإضافة انطباع الاتحاد الأفريقي اللي احنا عرفناه من خلال مراقب المباراة أنه كان سعيد جدا بهذه اللافتة؟ والله حبينا نعطيه معناها خير الدليل، لأنه العلاقة بين الفرق خاصة بين الترجي والأهلي علاقة تتجاوز معناها 90 دقيقة، تتجاوز مباراة نهائي. في بادرة أولى من نوعها الترجي الرياضي والنادي الأهلي، يظهر لي ما صارتش قبل في رابطة الأبطال، دور نهائي يسكنوا فرد دوتيل، عندي تشوف معناها الكل قاعدين نتجولوا في الفندق مع بعضنا ونتحدثوا، ما فماش مشاكل، يفصلنا إلا الميدان 90 دقيقة. أكيد كرة هذه كرة القدم فيها فايز وفيها منهزم، ولكن أعطينا أحسن دليل خاصة للناس اللي يلزم يفسروا من اللي خاصة على المستوى العربي، لما نتبارز مع بعض يلزم الأمور تكون في مثال يعطى، خاصة بلدين مثل تونس ومصر كانوا هما معناها بلدان الثورة، يتسمى درس يظهر لي جيد للرياضة الأفريقية وكرة القدم الأفريقية. طبعا التحضيرات كلنا عارفينها ان الفريق وصل بالامس وكان تدريب خفيف، والنهارده تدريب رئيس على ملعب برج العرب. انطباعات فريق الترجي تونس على ملعب برج العرب، يمكن دي اول مباراه رسميه الترجي ياخدها في برج العرب، كانت لقاءاته مع الاهلي غالبا بتبقى في استاد اسكندريه، في مره تلعب في استاد اسكندريه وغالبا في استاد القاهره، المره دي استاد برج العرب. انطباع حضراتكم ايه على الاستاد وارضيه الملعب والشكل العام، لان ان شاء الله بكره يبقى النهائي ولقاء الذهاب؟ استاد مميز فيه كل الجاهز لكل احتضان معناها مباريات من اعلى طراز، الامور كلها تمام، الارضيه العشب معناها 100% حاضره، لقينا كونه الملعب معناها جيد لاحتضان مباراه نهائي في رابطه الابطال. كانت تمنياتنا لو يكون الملعب مليان بالجماهير، ولكن هذه هي احكام الكرة وأحكام معناها الظروف الخاصة. فرصة للترجي باش تعرف على الملعب هذا اللي يعتبر معناها إنجاز كبير في الرياضة المصرية، باش يكون عندها ملعب من نوع هذا، الملعب أعجبنا به كثيرا. بمناسبة الملعب برج العرب، في المقابل ملعب رادس إن شاء الله لقاء الإياب يوم 17 نوفمبر على ملعب رادس، هل تم الاتفاق بين مسؤولي الترجي والأمن التونسي بالنسبة عدد الحضور الجماهيري بالنسبة لمباراة الترجي والأهلي؟ مازال ما فماش حتى شيء رسمي، ولكن اللي نجم نأكده إنه معناها ما نتخيلش كيفاش الملعب ما يكونش ملقان بالجماهير. احنا لعبنا السنة الفارطة نهائي ضد الفريق المغربي، معناها كان الاستاد كان ملقان بالجماهير، ما كانتش في مشاكل رغم اللي كانت السنة الأولى بعد الثورة معناها، وما نتخيلش السنة الثانية الأمور تحسنت معناها، كل الأوضاع تحسنت تقريبا، وانتم تعرفوا نهائي لما يكون معناها نهائي يسلم فيه رمز البطولة هو مرآة لكرة القدم الأفريقية، معناها حضور الجماهير يعطي، وتعرف المباراة ستبث في عدة بلدان كامل أرجاء العالم، معناها ما نتخيلش انه باش نبعدوا على كونه الملعب باش يكون ملقان باذن الله. نتخيل هذايا مازال ما صارش حسم في الموضوع، ولكن نتخيل الملعب يكون ملقان. في الكواليس اليوم في الفندق صباح اليوم، طبعا مهم جدا نعرف كل متابعينا في مصر وتونس ان اليوم كان اللقاء حار جدا بينك وبين الكابتن سعد الحفيظ مدير الكره، وفي الكواليس عرفنا ان كان متفق على سهره بالامس، عايزين نعرف هذه الكواليس يعني سهره بالامس بين رئيس فرع كره القدم بالترجي التونسي ومدير الكره بالنادي الاهلي، بالتاكيد ده شيء مهم جدا لازم الناس تعرفه. والله امور مش معناها موضوع كره، لانه سيد نعتبره صديق، هو والكابتن هادي خشب الاثنين من احسن معناها ما شفت معناها على مستوى المعاول على مستوى في نادي الاهلي، معناها تبارك الله معناها قايمين بدور كبير، علاقه ناس محترمين، ناس عاتين لكل حاجه حقها، معناها الرياضه
في مكانها والمنافسة في مكانها والأخوة كذلك. أنا أعتبره أصدقاء تتفهمنا معناها كونه لما نجي لهنا بإذن الله نتصل به. اتصلت به على الغرفة ما حبيتش لأنه وصلنا مأخر ما لقيتوش في الغرفة، كنت تسألت قلت لعله في اجتماع مع المدرب، ولكن تقابلنا اليوم وكان الحقيقة كانت مقابلة شيقة وكنا كما نقولوا احنا بالتونسي نفدلكوا معناها تحدثنا وما حتى مشكل. إن شاء الله هو قال باش يجي لتونس لإعداد مباراة العودة، باش يجي نهار 13 لتونس يسبق الفريق، وتحدثنا في عدة جوانب كرة قدم وما عدا ذلك. قبل الختام سؤال أتعرف من حضرتك عليه، أهم غيابات فريق الترجي التونسي، والصحافة الفترة الأخيرة كانت تحدثت عن غيابات وإنذارات، يعني عايزين نعرف. غيابات فيش إلا غياب واحد اللي يعرفوه الناس الكل، غياب يوسف المساكني ربي يشفيه، معناها هذيك أحكام الكرة كيما واحد معناها يصاب في تمرين معناها في حصة تمرينية هذيك مشيئة الكرة حبت هكا معناها هذا قضاء وقدر. ولكن عندنا ثقة في اللاعبين اللي مش يعوضوا يوسف المساكني، احنا فريق كيما الترجي الرياضي التونسي ما اكيد ما يقفش على لاعب رغم قيمة يوسف المساكني. عندنا ثقة في اللاعبين اللي مش يكونوا موجودين في الميدان واللي مش يعوض يوسف المساكني مش يعطي معناها المرجو منه ويقدم الإفادة إن شاء الله للفريق، ما عندناش تخوف من الناحية هذه. طيب في هذه اللحظات يسعدني طبعا أن أكون حضرتك معايا وأرجع للاستوديو، زملائي في الاستوديو إذا كان طبعا هناك أسئلة طبعا لكابتن رياض بن نور، إحنا معاكم على الهواء مباشرة في بث مشترك بين الأهلي وحنا بعد. محمد لو سمحت لو تخلي رياض يعطينا يوصف لنا الآن بالتدقيق لاعبية الترجي هما فين الآن، تعشوا كملوا، فما نبيل باش يعمل اجتماع باللعيبة ولا غدوة الصباح نبيل، كان رياض يعطينا الصورة الحينية الآن من النزل. طيب اوكي زميلي هيثم عايز يتعرف من حضرتك عن اقامه حاليا فريق لعبه الترجي حاليا في هذه اللحظات، اعطينا صوره لعبه الترجي اين يتواجدون الان، الجهاز الفني ماذا يفعل الان، هل هناك محاضره، هل هناك عشاء بالنسبه للاعبين؟ زميلي هيثم بالتاكيد عايز يوصل الصوره في تونس بالنسبه لعشاق ومحبي الترجي، اين فريق الترجي الان في هذه اللحظات؟ هيثم ديما نعرفه يحب ياسر لجزئيه المعلومه، تو اللاعبين في ما نقولش اجتماع ولكن في جلسه مع المدرب ليله المباراه، جلسه من 15 دقيقه دخلوا ان شاء الله للتركيز، ومش كل واحد يزيد يحطوا معناها المدرب يزيد يحط النقاط على الحروف مع اللاعبين جنبه نبيل يكون معناها التركيز وتحضير المباراه يبدا من يوم ان شاء الله، وفي انتظار يوم الموعد غد ان شاء الله في الاستاد. بعد المحاضره اللاعبين سيتوجهوا الى الغرف؟ اكيد اكيد بعد المحاضره باش يطلعوا الغرف، وقت نوم انت تعرف، مباراه غدوه مخر معناها ما فماش مشكل، تنجم تكون الجلسه تدوم شويه، ولكن مباشره بعد الجلسه باش يطلعوا الغرف وكل الأمور إن شاء الله تمام إن شاء الله. إذا كان هناك أي استفسار آخر مع الكابتن رياض نحن مستعدين.